طيب نطمن على بعثة النادي الأهلي اللي إن شاء الله تصل غدا إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الاثنين القادم بإذن الله من سفيرنا ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. صباح الاستفانة، ربنا يخليك، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. طبعا بالتأكيد عايزين نطمن على الأهلي، نطمن على الجماهير، نطمن على الإجراءات، نطمن على أمور كثيرة، فمش هنلاقي أفضل من حضرتك بالتأكيد تطمنا على كل هذه الأمور. ربنا يخليك يا فندم. طبعا الأول أنا أحب بس أأكد طبعا إنه هذا الحدث الرياضي الكبير بيتم في الإطار طبعا العلاقات المتميزة بين مصر وبالمغرب، وإن واحد من أهداف هذا اللقاء هو دعم هذه العلاقات إن شاء الله بإذن الله. هايل. إحنا إن شاء الله بإذن الله بعثة النادي الأهلي ستصل غدا بإذن الله برئاسة الكابتن خطيب. تم الانتهاء من إجراءات يعني الاستقبال، الإقامة، تأمين. موجود طبعا من النهارده الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ عشان موضوع الملاعب الفرعية الخاصة بالتدريب والإجراءات الفنية الخاصة بالفن. فيما يتعلق بالجماهير، بناء على توجيهات السيد وزير الخارجية طبعا احنا خدنا الصورة زمام المبادرة من النهارده، عقدنا اجتماعات مكثفة مع الجانب المغربي، مع رئيس اتحاد الكوره، مع الخارجيه المغربيه، مع الاجهزه المعنيه، وتم وضع اليه ميسره لدخول الجماهير ان شاء الله المصريه لحضور المباراه. عظيم. طيب هل الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ كان عندهم اي تعليقات وصلوها لحضرتك، تعليقات مثلا في الملاعب، في الاقامه؟ لا الاقامه، لا الاقامه احنا من الاول يعني هو نفس الفندق بعثة نزلت فيه قبل كده، وهو يعني تم اختياره عشان سهولة تأمينه، ويعني اعتقد ان البعثة استريحت فيه قبل كده. الملاعب طبعا ده بتحدد وفقا لقواعد الكاس، يعني هم عايزين يتمرنوا ثلاث مرات في ملاعب فرعية وتمرينة أخيرة على الملعب الذي ستقام عليه المباراة. وكان النهارده في استقبال طبعا الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد الحفيظ السفارة، وكان قصدي اتحاد الكره المغربي ايضا في استقبالهم. طيب عايز اسالك على العدد المتوقع حتى الان من الجماهير المصريه اللي هتحضر المباراه، هل حضرتك عندك علم بعدد متوقع ولا لسه الامور دي لم تحسم؟ هو حضرتك الامور دي لم تحسم، لان دلوقتي هو النادي الاهلي كلف شركتين سياحه في مصر من اكبر الشركات اللي ليهم تاريخ كبير ويعني قدره كبيره على التنظيم لترتيب هذه الامور، بمعنى هم اللي هيشرفوا على وضع قوائم للمشجعين المصريين، تنظيم الرحلات. سيتم موافاه السفاره بهذه القوائم، والسفاره ستعمل مع الجانب المغربي على وضع هذه القوائم في المطار الدار البيضاء، والجماهير هتخش بناء على هذه القوائم. يعني وهيكون هناك فريق عمل من الاجهزه المعنيه المغربيه والسفاره في انتظار الجماهير في المطار. تنشرف على استقبال الجماهير، انهاء اجراءاتهم، نقلهم من المطار ان شاء الله للاستاد، ثم العوده بنفس الطريقه ان شاء الله. هايل جدا. طيب الحاجه المهمه كمان النهارده كان الناس تتحدث عن موضوع التذاكر، هل هيبقى في دخول، انا مش عارف اقول لحضرتك ازاي، بس هل ممكن يبقى في دخول استثنائي بدون تذاكر؟ هل السلطات المغربيه بتحذر من هذا الامر انه ما يبقاش في دخول الى حامل التذاكر، ولا ممكن نشوف اعداد كبيره؟ يعني مباراه الاهلي والرجاء الماضيه دخل بعض الناس واقتحموا الملعب بشكل او باخر، وكان في اعداد كبيره اكتر من العدد او المعروف او اللي كان المفروض يبقى جوه الاستاد. هل ده مؤمن بشكل كامل عشان نضمن كمان تواجد جماهيري بالعدد المصرح به من قبل الكاف؟ يعني حضرتك هو الاول طبعا هيبقى فيه تامين تام، احنا اخذنا النهارده يعني كل الوعود الجانب المغربي ونوايا طيبه جدا واستعداد، وكل هيبقى فيه تامين كامل، لان طبعا ده حدث رياضي كل القاره الافريقيه والعالم العربي وايضا يعني الاتحاد الدولي بيبص عليه، وبالتالي هو من مصلحه الجميع ان يخرج هذا الموضوع بمصدر مشرف، وهم يعني الجميع يدرك ذلك، وبالتالي هم سيكون هناك يعني تامين كامل لهذه المباراه، ده اولا. ثانيا فيما يتعلق بجماهير النادي الاهلي، هو الجانب المغربي قال ما فيش سقف بمجيء المغرب، بمعنى ان كل القوائم التي سيتقدم بها الجانب المصري سيسمح لها بالدخول. ده الشق الثاني. الشق الثالث فيما يتعلق طبعا بالتذاكر، التذاكر يتم طبعا الان هناك اتصالات بين الاهلي وبين الكاس، طبعا الكاس هو اللي بيحدد هذا الموضوع مع النادي الاهلي
احنا ما بنخشش فيه، لانه طبعا ده يعني يعني شان رياضي تخص الكاف والاهلي. شان رياضي بالظبط. بالظبط كده. وشركات السياحه اللي كلفها النادي الاهلي هي اللي بتحدد، هي ستقوم بقى بتوفير التذاكر للجماهير وفقا لاسعارها وفقا لكل المعايير الفنيه. طيب احنا سننتظر الجمهور في المطار الدرجه ده ان شاء الله. طيب انا هستغل وجود حضرتك معايا، والنادي الاهلي اكد اكتر من مره في بيان له هذا الامر، وحابب حضرتك كمان تاكد على هذا الامر مع النادي الاهلي، وهو حسن العلاقه بين الجماهير المصريه والجماهير المغربيه، حسن العلاقه بين الشعبين المصري والمغربي، وايضا النادي الاهلي ونادي الوداد وكل الانديه المغربيه، عشان بعض الناس اختلطت عليها الامور في اعتراضات النادي الاهلي بشان ملعب المباراه بالعلاقه التاريخيه الكبيره بين الجماهير المصريه والجماهير المغربيه. لا حضرتك النهارده بصراحه يعني حتى رئيس اتحاد الكره المغربي النهارده اكد انه يعني هناك علاقه يعني قويه جدا مع كابتن الخطيب ومع النادي الاهلي ومع كل الانديه المصريه، وانه ينتظر الكابتن الخطيب والنادي الاهلي، وانه حريص على يعني التاكيد على اهتزازهم بالنادي الاهلي، ويدركون طبعا النادي الاهلي يعني كان موقفه هو من الكاف، لكن بالنسبه للمغرب، المغرب شقيقه، شعب شقيق، وبالعكس هو محب للكره المصريه ومحب للشعب المصري. السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله المليئه بالمعلومات القيمه، بشكرك شكرا جزيلا.